السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ بصراحة يا جماعة أنا عايز أقول لكم، بس ايه يعني مش هطول عليكم، بس حديث استوقفني وقفت عنده، حديث عظيم من أجمل ما تسمع عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم، يستحي أن يرفع العبد يداه فيردهما صفرا قائبتين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث ان ربنا بيستحي ان العبد يرفع ايده وينزلها من غير ما يديله حاجة، وده دليل على اسم الله الكريم، ان الله حيي كريم. بالظبط، ناخد مثل صغير وانا مش هطول عليكم. لما انت تبقى جاي مثلا في عز الشمس وشايل وحاجات ومعاك شنط وبتاع، وتلاقي ايه طفل صغير يوقفك في الشارع يقول لك: لو سمحت يا عمو، سامعك كام دلوقتي؟ فانت ماشي ماسك شنط وشايل والجو حر وبتاع، بس انت حتى لو هو طفل انت من جوه منك تتحرج ان انت ايه ما تجاوبش عليه، تقوم منزل الشنط من ايدك وتقوم منزل الحاجة وتقوم باصص في الساعة تقول له: الساعة كذا. بالظبط، ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. ما فيش مرة هترفع ايدك الا وهتاخد بيها حاجة، استحالة استحالة ترفع ايدك وتقول له يا كريم ويردهم صفر. إن العبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعمل حسنة إلا ويجزى بها في الدنيا ويجزى بها خير يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش حسنة هتعملها إلا وبتاخد جزاءها في الدنيا وبيفضل ثوابها يوم القيامة. ده يا جماعة لمحة صغيرة عن اسم الله الكريم، وربنا ربي ينفعنا بما فيه الخير أنا وإنتم، وأتمنى إن أنا مكنش طولت عليكم. سلام عليكم.